المؤتمر الوطني الخامس لحزبنا. نظمنا هذه الندوة هذه السياسية في إطار إطلاق سيرورة الإعداد المؤتمر الخامس ديال الحزب الاشتراكي الموحد، وهذه مناسبة باش نبداو بطرح الأسئلة اللي كتأرقنا جميعا، واللي هي هذه التغيرات المتسارعة اللي كيعرفها العالم والتأثيرات ديالها علينا، واللي هذا النظام النيوليبرالي اليوم كيعرف أزمة اللي هي مركبة اجتماعية مع الفوارق الكبيرة اللي كاينة في العالم، بيئية اللي عطاتنا واحد الكوارث وربما تهدد الحياة ديال الإنسان وكذلك يعني البيئة في المجتمع ديالنا. هذا النظام النيوليبرالي اليوم يعني كنلقاوه يعني يطلق صراعات في العديد من جهات العالم، على الأقل واحد 37 ديال الصراعات اللي هي مشتعلة، واللي خصنا حنا نفهموا كيفاش كيتمشى هذا العالم وكيفاش كيدبر الأزمة ديالو كيحاول يتخلص منها بتصدير الأزمة ديالو البلدان بحال المغرب. المغرب اللي اليوم كنعانيو من واحد الأزمة اللي هي مستمرة منذ عقود، واللي يعني غادية في اتجاه واحد النظام اللي هو نيوليبرالي متوحش في بلادنا، واللي هو منصاع لتوصيات المؤسسات المالية على رأسها صندوق النقد الدولي. ولهذا ما بين النموذج التنموي المعلن، ما بين التصريح الحكومي والبرنامج الحكومي المعلن، وما بين ما يطبق، يعني الامور هي باينه. ولهذا استدعينا واحد الخبير اللي غادي يتكلم على مفهوم الدوله الاجتماعيه في اطار هذه الاختيارات اللي كديرها البلاد اللي هي غير ديمقراطيه، كيف سنصل الى الدوله الديمقراطيه. ثم استدعينا كذلك خبير لقراءه السياسات المتبعه في بلادنا يعني منذ الاستقلال ومن بعد الثمانينات اللي الدوله تخلات تدريجيا على الدور ديالها، وفين غاديين احنا اليوم باش يمكن لنا كحزب شراكي موحد اننا نحينوا المشروع ديالنا واننا نستشرفوا المستقبل ونشوفوا كيفاش يمكن لنا ناسوا واحد الوحده شعبيه، لان الشعب اليوم ينتفض عبر الحركات الشعبيه والاجتماعيه، باش يمكن لنا اننا نتقدموا بالبديل ونقدوا بلادنا ونتقدموا بها باتجاه الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه في اطارها التاريخي والسياسي. لهذا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.